شهر رمضان فرصة مناسبة يراها الأهل للبدء بتدريب أبنائهم على الصلاة والصوم لما يحمله من أجواء روحانية مناسبة سواء في المنزل أو أماكن العبادة. بصوم من عمري 8 وهذا وبصلي وبقرأ قرآن. إذا عمره فوق 8 سنين 9 سنين بخليه يصوم، يعني أنا أولادي من هو هيك عمرهم كانوا يصوموا. احنا نصوم الأطفال من عمر 6 سنوات. 6 سنوات ببداية الصيام، مش شرط إنه يصوم اليوم كامل. حاول إنك تعوده نص يوم ساعتين، عرفتي، عشان ما يتعود انه ما يكره الشغلة هاي. صحيا فان للاطباء راي حول صوم الاطفال، اذ ان هنالك فئات عمرية تستطيع الصوم واخرى لا يمكن لها ذلك. الاعمار الصغيرة، يعني احنا بنقول صغيرة يمكن تحت 10 سنين، هدول اذا بدنا نخليهم يصوموا بدهم يصوموا صوم متقطع، عشان هدول الصغار ما عندهم مخزون كافي اللي جسمهم ينتج كميات تعوض نقص السكر أو إنه نقص السوائل. يعني 10 سنين لنقول 14-15 سنة يعني يفضل إنهم يصوموا، لكن برضو ما نكون مصرين. الأطفال اللي عندهم أمراض مزمنة، الأطفال اللي بياخدوا أدوية عندهم فشل بالكلى أو عندهم قصور بالكلى. يحذر التربويون من إكراه الأطفال على الصوم أو استخدام العنف. الطفولة ليست مرحلة تكليف، بل هي مرحلة إعداد وتدريب. مجد القصير، المملكة، عمان. ولنتحدث أكثر عن هذا الموضوع تنضم إلينا عبر سكايب من عمان استشارية الإرشاد الوالدي وتطوير الذات السيدة لينا شبروقة. أهلا وسهلا بك ست لينا، صباح الخير وكل عام وأنت بخير. يعني فعلا دائما هناك جدل في المنزل يحدث حول ما إذا كان الطفل يجب أن يصوم أم لا، وكيفية التعامل مع أبنائنا في هذه القضية. برأيك من وجهة نظر تربوية، كيف تنظرين إلى أهمية تعليم الطفل يعني لصوم رمضان؟ ما هي الآلية الأكثر فاعلية؟ وأيضا ما هو السن الأنسب حسب العلم؟ يعني ماذا يقول العلم في هذه المسألة؟ صباح الخير، يعطيك العافية حبيبتي. هلأ السن الأنسب اللي هو بنبدأ إحنا من 7 سنوات، بس من 7 سنوات طبعا في إعداد لحتى يوصل لمرحلة إنه هو بيصوم يوم كامل. نبدأ أول إشي لازم كتير ومهم إنه نتحدث معه عن أهمية الصيام، سواء سلوكيا نفسيا وصحيا، لأنه طبعا لكل هاي المراحل في عنا كتير فوائد. لما الطفل يبدأ يقتنع بالفكرة رح يحبها، لما يحبها رح يأديها بحب وشغف. ففي يعني كتير أشياء لازم نعملها. أول إشي نحب نشاركه بإدخال البهجة لإله، الزينة كتير إشي حلو إنه نخلي أطفالنا يزينوا، نخليهم يتحمسوا لشهر رمضان. بالإضافة للقصص، كتير في قصص بتحفز الأطفال لهذا الإشي، لأنه الصيام. هلأ من بداية 7 سنين طبعاً نبدأ بالتدريج، ما بيكون يوم كامل، شوي شوي منحاول إنه نخليه مثلاً من أذان الفجر لأذان الظهر، أو من أذان الظهر لأذان المغرب، يعني عشان نخفف عليه، لأنه زي ما قالت الدكتورة ما بيكون عنده مخزون بجسمه لحتى يكمل النهار كامل. خاصة إحنا هلأ ب يعني توقيت الصيف شوي النهار طويل على طفل عمره 7 سنوات إنه يبلش نهار كامل. نعم. غير هيك نعم. طبعا. غير هيك. تفضل. نبدأ طبعا أهم إشي ما نجبره للطفل. الإجبار والإكراه كتير بيخلوه يعني بيجيب لنا نتيجة عكسية للطفل. ما بيخلي يعني ما بنحببه بالموضوع. نعم، لو تحدثنا بالتفصيل أكثر عن هذا الموضوع دكتورة، لأنه يعني للأسف هناك بعض الأهالي يستخدمون الطرق الترهيبية ويعني محاولة لإجبار الطفل نوعا ما على الصوم، لو تحدثنا عن هذا الموضوع بالتحديد وآثاره السلبية على الطفل وعلى تقبله أساسا لفريضة الصوم من هو صغير ولغاية ما يكبر أيضا.
للأسف للأسف إحنا بنلاحظ هاي السلوكيات الخاطئة عند الآباء والأمهات نتيجة طبعا خوفهم من إنه ممكن هاي العبادة إنها تروح، إنه الطفل ما تترسخ عنده. بس الطريقة اللي إحنا بنستخدمها اللي هي الإكراه هي طريقة خاطئة، ما رح تخليه إنه متمسك بالعبادة. ممكن على سن كبير يترك هاي العبادة لأنه أساسها كان إرهاب، يعني إجبار وإكراه. بس إذا منحببه فيها وكان بالتدريج، يعني زي كيف الصلاة، الصلاة يعني تبدي أنت من 7 سنين لـ10 سنين، أنت في عندك 3 سنين تهيئة للطفل لحتى يتمسك بالصلاة. ما بنيجي فيها مرة واحدة لحتى الطفل إنه فعلياً ما يقدر عليه أو ينفر منها. لازم تكون بالتدريج، لازم تكون بالإقناع. أهم شيء نعم. إنه نتحدث مع أطفالنا عن أهميتها. نعم الطفل بيجي بالإقناع. تتحدثين عن الإقناع، وفي بداية حديثك قلتي أنه الفكرة الأبرز في الإقناع هي الحديث. يجب أن نتحدث مع أطفالنا، وتحدثتي أنه يجب أن نبين له فوائد الصيام في زوايا متعددة، قلتي الزوايا النفسية، الجسدية، الفكرية وغيرها من الزوايا لربما تكون مهمة أيضا. ما هي الأفكار المحفزة الأبرز في كل زاوية من هذه الزوايا؟ لو تعطينا أفكار واضحة لمعرفة الجمل والأفكار التي يعني بوضوح يجب أن يغرسها الآباء أو الأهل في نفوس الأطفال في هذه الفترة العمرية. أهم شيء أنا هلأ بدي أحكي من تخصصي اللي هو إحنا كيف سلوكياً بيأثر فينا. هلأ فكرة الصيام هي إجت لحتى إدارة الشهوات وإدارة الشعور تبعنا، تمام؟ إحنا بنتحكم بشهوة الأكل، بنتحكم بإدارتنا لمشاعرنا بالغضب، بكتير أشياء إحنا ممكن نعد الطفل فيها. هلأ لما نيجي نحكي له أنت ماما لازم هلأ مثلاً أنت جوعان، إحنا لازم نتحكم بهاي الغريزة تبعت الجوع ونمدها. هيك بيصير عنده تمرين أولا لتحمل المسؤولية، إنه هو متحمل لمسؤولية. لو حدا مو شايفه هو ما بياكل، لأنه فعليا بده يتحمل مسؤولية الصيام. غير إنه طبعا الغضب كتير في عند الأطفال، بتعرفي على السريع ممكن يزعلوا على السريع، ممكن يكون في عندهم ردود أفعال. إحنا لازم نفهمهم إنه الصيام مش صيام عن الأكل والشرب، هو صيام عن كل شيء ممكن يؤذينا أو يؤذي غيرنا، سواء بأفكارنا، بغضبنا، بأكلنا. حتى لما نيجي ناكل يعني عند الإفطار لازم نحكي لهم لازم تاكلوا الأشياء اللي بتفيدكم مش الإشي اللي بيأذيكم. يعني الفكرة اللي نرسخها عندهم لحتى تضلها معاهم لا السنوات المقبلة، إنه ما نأذي أنفسنا وما نأذي غيرنا. كتير مهم إنه نرسخ هاي الأفكار بعقول أولادنا، لأنه فكرة الصيام هيك إنه إحنا عم ندرب حالنا لحتى نكون بمستوى وعي أعلى، الفطرة السليمة عنا أعلى من البرمجيات اللي بتدخل لنا. نعم شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات. كانت معنا عبر سكايب من عمان استشارية الإرشاد الوالدي وتطوير الذات لينا شبروقة، شكرا جزيلا لك.